السياق ديال تأسيس هذه الرابطة المهنية لحزب الحركة الشعبية يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تم بسطوها خلال المؤتمر الأخير، حيث أن كحزب كنعطيو أهمية التنظيم بجميع أنواعه، المهني والمقاول يعتبروا من الشرائح الاجتماعية المهمة على مستوى خلق الثروة على مستوى التوظيف. إذن كان لزاما على أن حزب الحركة الشعبية وهو كيعطي أهمية دائما للمهني، بإنشاء هذا الإطار سوف نسهم مع باقي الشركاء فاننا نترافع من اجل حقوق هاد المهنيين، وكذلك سوف نكون قوه اقتراحيه لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى التنظيمي. وعلى كذا وكاين مساله اخرى اللي هي اساسيه، اننا منخرطين في هذا المشروع ديال الحمايه الاجتماعيه، ملي تنقولوا منخرطين مع توفير شروط اجراء والتنزيل، لانه للاسف كنلقاو ان المشروع عنده اهميته كبيره ولكن كاين بعض التعثرات. هاد التعثرات حنايا غنحاولوا اننا نقولوا ما هي الاسباب، لانه هذا مشروع يجب ان لا مخصوش انه يعرف واحد التعثر او انه يعرف عدم النجاح. وحنايا كحركه شعبيه كما قلت نريد ان نكون ان شاء الله بديلا على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الانتخابي.